اكو نقطة جدا مهمة. زين. من يوم استلام الحكومة الحالية في نوفمبر 2022 تشوف المشاريع انطلقت بكثافة ومعظمها شركات تنفذها وكلها مشاريع عملاقة بالإضافة إلى مشاريع مستقبلية. يعني أنت تعرف لما تقول بناء 9 مدن هذا شنو معناه؟ معناها أنه يا شباب هذا اللي أنا قلته، حضروا نفسكم ترى أكو أعمال جاية. زين. هاي الأعمال إيش تتطلب؟ تتطلب أنه شبابنا اللي بكليات الآن يدرسون شنو لازم يتخصصون به حتى يكونوا جزء من هاي المشاريع. هذا موضوع حبيت أعرج عليه، أنه هناك مشاريع كبيرة الآن استثمارية في كل أنحاء العراق. زين. كلها عبارة عن فرص عمل خاصة. زين. أنا أريد أخذ منكم كلمة، مو هاي المشاريع اللي قبل كانت تطلق نجيب عمال أجانب وهاي العالم الوادم كاتلها الضيم ما حد يشغلهم؟ لا تأخذ مني كلمة باختصار. لا أنا أريد العالم هاي الشباب تشتغل بيها. هو أنا هذا أريد أوصل إلى موضوع الضمان مثلا. الآن لما أطلقوا موضوع الضمان، قانون الضمان، خلاص الشخص صار عنده تقاعد حتى لو كان يشتغل في مكان أهلي. هاي واحد. اثنين، موضوع أنت تقول ضمانة أنه يحصل عمل هنا. الآن أكو عمل، هي 50-50 الآن، ولكن الآن دي يشتغلون على أن يصل عدد العمال العراقي إلى 80%. زين. هذا ايه. هو هذا المهم. اي هذا دي يشتغلون عليه وإن شاء الله يتحقق. زين. ليش؟ لأن واحدة من متطلبات هاي الحكومة هو قرار. أكو نقطة مهمة جدا، إحنا مو بس كافي نقول الحكومة سوت وش ما سوت، لازم نفصل بين العمل الحكومي والأهلي. لا يجوز للموظف الحكومي أن يزاول عمليا، يعني ما يشتري سيارة تاكسي ويشتغل بها. أي ما راح أتطرق حتى ما نقطع أرزاق العالم، ولكن القانون يجب أن يشرع بهذه الطريقة. زين. لا يجوز الجمع وأنا عندي بطالة عالية بالمجتمع، هذه كلش مهمة.